السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان كان البرنامج اللي انت شغال عليه بعد ما بتخلص محتاج ان انت تبعته للكلاينت بي دي اف، يعني ممكن تكون شغال مثلا وورد، اكسل، ريفت، اوتوكاد، فانت محتاج ان انت تبعت الشغل بتاعك بي دي اف. طيب في برنامج مجاني اسمه بي دي اف كرييتور، تقدر تحمل منه ملف مجاني، تقدر تقول له دايركت لينك فيبدأ يحمل لك الملف، وبعد كده هنبدأ نسطبه او تبدأ تختار اللغة اللي انت عايزها، في لغة عربية برضو، وتقول له انستول. ده يعمل لك ايه؟ هيضيف لك طبعة افتراضية، يعني لو انت مثلا فتحت اي برنامج وقلت له برنت يبدأ يظهر معاك. تمام، هو بيقول عايز يسطب برنامج اخر، بقول له ابدأ البي دي اف كريتور. طيب لو احنا بقى فتحنا الوورد وقلت له برنت وجيت هنا في البرنتر هتلاقي البي دي اف كريتور، وبعد كده بتختار بقى اعدادات الطباعة كأنك هتطبع عادي خالص، مثلا هنا مثلا A3. تمام، وبعد ما بتخلص بيتبعت على اساس ان هو يبقى بي دي اف وتقدر تبعته وتقدر تطبع منه. خلي بالك ان انت لو فتح الوورد من جهاز لجهاز ساعات بيختلف الشكل، ممكن تلاقي حاجة تنال السطر اللي بعديه، ممكن تيجي تطبع تلاقي في مشاكل. فالافضل لو انت بتبعت لحد عايز يطبع زي ما انت عامل شغل بالظبط تطبع على الوورد على البي دي اف، بتقول له برنت فبيقعد ثواني، وبعد كده يقول لك البروفايل الاعدادات بتاعتك، مثلا هاي كواليتي، مثلا هيبقى الملف اكبر شويه، الاسم، المكان اللي هتسايق فيه، تايتل، الاسر، السبجكت، الكيوردز، وبعد كده ممكن تقول له سيف او سيف على الديسكتوب، او تقول له ميرج، او تقول له انا عايز ابعت ايميل، سواء مثلا ايميل او اس ام تي بي او دروب بوكس او اف تي بي وهكذا. ممكن تدخل هنا في الاعدادات وتعدلها، ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز نوع معين، مثلا عايز صورة، فممكن يحول لك الملف ده لصورة بدل بي دي اف، هتقول له سيف هيبدأ يطبع لك الملف دوت، او يقول لك ان انت ممكن تقدر تفتحه على البي دي اف بالشكل دوت.